لو سألتك إيه هو أجمل مكان على سطح الأرض، فغالبا الإجابة اللي هتخطر على بالك ممكن تبقى مثلا المالديف أو هاواي أو أي مكان تاني، وغالبا برضو هيكون عبارة عن جزيرة زي المالديف وهاواي. فيا ترى إيه هو السر ورا سحر الجزر ده، وإزاي الجمال ده بيتكون؟ كل ده هيكون موضوع كلامنا في فيديو النهاردة. الجزر بتتكون بأساليب وطرق مختلفة، زي البراكين والشعاب المرجانية والرمال وارتفاع أو انخفاض منسوب المية، والعالم فيه ملايين الجزر اللي بتنتشر في كل مكان فيه مية على سطح الأرض. والجزيرة دي بتبقى عبارة عن تكوينات أرضية في المحيطات والبحيرات وممكن كمان الأنهار. والجزيرة الواحدة ممكن تبقى ضخمة جدا في الحجم، زي جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة 2,166,000 كيلومتر مربع، يعني مساحتها ضعف مساحة دولة زي مصر. والجزيرة برضو ممكن تبقى صغيرة جدا في الحجم، زي جزيرة اسمها صخرة الأسقف موجودة في بريطانيا، وهي أصغر جزيرة في العالم، وهي صغيرة لدرجة إنها ما فيهاش مكان لأي حاجة تاني غير المنارة المبنية عليها. ومهما كان حجم الجزيرة أو شكلها أو طريقة تكوينها، فالجزر بتشترك في عامل واحد بيجمع بينها كلها، وهي إنها حتة أرض والمية بتحوطها من كل ناحية. وأكتر طريقة بتتكون بها الجزر هي الجزر اللي بتتكون من البراكين، زي جزر هاواي في أمريكا الشمالية، والبراكين اللي في هاواي دي بتنفجر من تحت المية، والحمم البركانية تطلع فوق سطح المية لحد ما تبرد تماما وتتصلب وتنشف وتكون أرض جديدة، ومع كل انفجار بركاني جديد بتكبر الجزيرة وبتزيد مساحتها. والحياة بدأت في هاواي بوصول أنواع الحيوانات والنباتات المختلفة ليها، زي الأسماك والفقمات وأناديل البحر وغيرها من الكائنات اللي قدرت توصل لهاواي عن طريق البحر، وطبعا عن طريق الجو بالنسبة للحيوانات اللي بتطير. وبكده نجحت الحيوانات والأسماك اللي وصلت لموطنها الجديد في هاواي إنها تحول أرضها المكونة من صخور بركانية سودة لجنة استوائية مليانة بالألوان. ومهمة تكوين الجزر الجديدة دي مش بتعملها البراكين الناشطة وبس، لأ، في طرق تانية زي الشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية بتنمو وتكبر، ولما تموت بتبقى عبارة عن هياكل صلبة ومتحجرة، وبتفضل تتراكم فوق بعضها واحد ورا التاني لحد ما تبرز فوق سطح المية، وفي النهاية بتشكل الشعاب المرجانية دي جزر فوق المية. وفي بعض الأوقات ممكن جزيرة تتكون بسبب بركان وشعاب مرجانية مع بعض، وهي دي الطريقة اللي اتكونت بيها جزر المالديف في المحيط الهندي. يعني في البداية طلعت قمم براكين فوق سطح المية، وبعدين اتكونت حواليها شعاب مرجانية، ومع الوقت بدأت تتآكل قمم البراكين دي والمية غطتها، وما تبقاش غير دواير محددة فوق سطح المية بتحوطها الشعاب المرجانية، وتكونت جزر دائرية على شكل خواتم اسمها الجزر المرجانية. بالرغم من جمال الجزر الاستوائية دي، لكن ارتفاعها عن سطح البحر قليل جدا، عادة بيبقى متر ونص، وده بيخليها معرضة في أي وقت إن يجي تيار مية أو موجة ضخمة فتتأكل قطع من الجزيرة دي، لكن نفس منسوب المية العالي ده يقدر يكون جزر جديدة. وعشان نفهم إزاي ده ممكن يحصل لازم نرجع للعصر الجليدي. العصر الجليدي ده هو فترة في تاريخ كوكب الأرض كانت فيها أغلب مساحة الكوكب متغطية بالجليد، وأغلب المسطحات المائية اللي احنا شايفينها دلوقتي كانت متجمدة، وما كانش فيه مية سايلة كتير في الأرض. المهم إن بعد كده درجة الحرارة بدأت تزيد، والجليد ده ابتدى يدوب، فالمية بقت بتزيد، ومنسوب المية بقى عمال يعلى في كل مكان، وبدأت المية تملى كل الأراضي المنخفضة، وما تسيبش حاجة باينة فوق سطح المية غير قمم الجبال والأراضي العالية. وده بالظبط هو اللي حصل قريب من الهند، لما المية مالت شريط ضيق عند حافة الهند من الجنوب، وقطعت حتة أرض عشان تتكون بعد كده جزيرة سريلانكا اللي موجودة في جنوب الهند. ومش بس سريلانكا هي اللي اتكونت بالطريقة دي، في جزيرة تانية مشهورة برضو اتكونت بنفس الطريقة، وهي جزيرة مدغشقر اللي كانت زمان جزء من قارة أفريقيا، وبعدين الأرض انفصلت عن بعضها وأفريقيا راحت في طريق ومدغشقر راحت في الطريق المعاكس.
ولو ركزت هتلاقي ساحل قارة أفريقيا شبه ساحل جزيرة مدغشقر، وممكن يتركبوا على بعض زي البازل، وده اللي بيأكد ان هما كانوا قطعة واحدة في الماضي. وعلى فكرة جزيرة مدغشقر هي رابع أكبر جزيرة في العالم. وإذا كانت البراكين والشعاب المرجانية والأمواج والمية لهم دور في تكوين الجزر، فأكيد الرياح برضو يعني تقدر تكون جزر جديدة. الرياح تقدر إنها تحرك المية وتخليها تشيل الرملة من قاع البحر ومن الشواطئ وترصبها في حتة تانية في المية وتكون جزيرة جديدة من الرملة. وهي دي الطريقة اللي تكونت بيها جزيرة زي جزيرة فريزر في استراليا، واللي بيوصل ارتفاع الكثبان الرملية فيها ل 244 متر، وده بيخليها أكبر جزيرة رملية في العالم. وفي مكان بعيد عن جزيرة فريزر وبالتحديد في الخليج العربي، هنلاقي ان مش بس قوة الطبيعة هي اللي بتقدر تكون جزر جديدة، احنا هنلاقي ان البشر كمان عرفوا يبنوا جزيرة صناعية من غير تدخل قوة الطبيعة في أي حاجة، عن طريق ان المهندسين نقلوا صخور كتير وحطوها في قاع الخليج العربي، وبعد كده نقلوا كمية كبيرة من الرملة فوقيهم ورسموا بيها شكل نخلة عملاقة فوق المية. ومش دي الجزيرة الصناعية الوحيدة في العالم طبعا، في غيرها موجود وفي غيرها بيتخطط لإنشاؤه في المستقبل. وطبعا حياة الجزر ما بتنتهيش على كده بعد ما تتكون، لأن قوة الطبيعة ما بتقفش وبتفضل شغالة ومستمرة وبتغير من شكل الجزيرة. ففي الوقت اللي الأمواج بتضرب فيه سواحل المالديف وتخليها تتآكل وتقل مساحتها، الرياح بتعصف فوق أرض جزيرة فريزر وتغير من حجم وشكل الكثبان الرملية الموجودة فيها. وفي هاواي البراكين عمالة ترمي الحمم لبرة في المحيط عشان تزود مساحة الجزيرة. وفي نفس الوقت هنلاقي جزر تانية قديمة غطتها المية وبقت بالكامل تحت سطح البحر، وتبقى كده انتهت أيام حياتها تحت ضوء الشمس، عشان تثبت لنا إن حياة الجزر زي حياة البشر بالظبط، بتتغير طول ما هي مستمرة وليها بداية وليها نهاية. وبكده يكون كلامنا عن الجزر وطريقة تكوينها انتهى، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم من المعلومات اللي اتقالت فيه، وإن شاء الله هستنى رأيكم في التعليقات. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعرفني ده من خلال ان انت تدوس على زرار اللايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد اقدمه بعد كده. ولو كنت اول مرة تشوفني خش خدلك لفة كده في الفيديوهات اللي موجودة على القناة، ان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.